طيب حضرتك بتقول أنه مشهد جانبي بالنسبة للسلطة، هل هذا يعني أن السلطة لم تكن راغبة أو بلاش راغبة مهتمة قوي بقضية الانتخابات؟ عاوز أقول لك حاجة، دايما في لحظات السيولة شوف إيه، متى تكون الانتخابات معبرة عن حقائق المجتمع اللي هي فيه؟ عندما يكون هناك نوع من الثبات. لكن في وقت الحركة والدنيا كلها بتتحرك وانت ماشية، الاختيارات في منتهى الصعوبة، والاختيارات في هذه الحالة تبقى متأثرة عاطفيا أو مزاجيا باللحظة الراهنة وليست موجودة في المستقبل. كمان في لحظة حاجة قوي، ان احنا بعض القيادات او كثير جدا من القيادات، قيادات السياسية، انا لا اعتقد انها بقت انها لا قدرت تفهم ما حولها وتقدر تفهم العالم سواء في المنطقة يعني في الإقليم أو ما حولها في العالم. لا تزال السياسة في مصر مقصرة جدا عن اللحاق بالحقائق. حقائق مفروض الأحزاب بتعمل إيه؟ الأحزاب مفروض بتعمل بتطرح أفكار سياسية تفرح رؤى للمستقبل. أنا كل القوى السياسية اللي عندي لا أعتقد إن في أي قوة، إن في أي قوة بينها بما فيها قوة الدولة قادرة توصف أو تحسب بدقة شكل. شوفي إيه، أنت موجودة في عالم ما يجري حواليك فيش الحدود وقع كلها، الأفكار بقت كاسحة لكل شيء، التصورات والآمال كلها بقت تقريبا شبه عالمية، شبه عالمية. فأنت قدام عالم بيتغير جدا، وبعدين أنت العالم العربي لا تزال التقاليد والمواريث غالبة فيه على رؤى المستقبل.